كلمة يتدبرون أو فعل التدبر بشكل عام، الكلمة بشكل عام بكل مشتقاتها اللغوية وردت مرتين في القرآن الكريم، كلمة يتدبر أو التدبر بشكل عام، وبنفس الصياغة يتدبرون، وبنفس صيغة الجملة أفلا يتدبرون القرآن. طيب هل يعقل أن الله عز وجل الذي أنزل لنا القرآن، من نحن؟ من نحن أولا حتى يخاطبنا الله ويهتم بنا ويطلب منا أن نتدبر، يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه رحمة الله أيها الأحبة، أنه أعطانا القرآن وأمرنا بالتدبر، وكأن شخص يعني ولله المثل الأعلى يتساءل، هل معقول كل هذا الإعجاز وكل هذه الرحمة في القرآن وكل هذا الشفاء الذي أودعه الله في القرآن ثم لا تتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني مثل إنسان تعطيه المال وتنفق عليه ثم يجحد، ثم تعطيه ثم ينكر، ثم تعطيه ثم يسيء لك، في نهاية المطاف تقول له يا أخي أفلا تشكرني؟ أفلا تنظر إلى هذه النعمة التي أنت فيها؟ ألا يعني على الأقل تقول شكرا مثلا؟ كل هذا العطاء ثم تجحد وتنكر وتؤذي، سبحان الله، هذا حال الملحد، هذا حال الكافر. أعطاك الله كل الأدلة اللازمة لتثبت أو التي تثبت أنه موجود، أعطاك كل وسائل الرفاهية، طلبتم الاختراعات وآتاكم من كل ما سألتموه، طلبتم اختراع الفضاء يعني المراكب الفضائية والطائرات ووسائل النقل ووسائل الاتصال، الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء مسخر لخدمتك أيها الإنسان. طلبتم اختراع الأدوية والشفاء، هيأ لكم كل أنواع الشفاء والعلاج، وهيأ لكم اختراع هذه الأجهزة الطبية وغير ذلك. طيب كل هذه النعم التي أعطاكم إياها وأعطاكم دلائل في الكون تثبت عظمة الخالق ووجود هذا الخالق، ثم بعد ذلك تستخسر أن تتدبر آية من القرآن، ثم بعد ذلك تنشغل بهذه الدنيا التافهة ولا تحاول أن تتفكر في آية، على الأقل آية، أو كل يوم آية، كل يوم ولو آية يعني 5 دقائق كل يوم من وقتك. لذلك الله عز وجل لم يقل يا أيها الذين آمنوا تدبروا القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن، يريد أن يلفت انتباهنا إلى الحقائق والرحمة والإعجاز الموجود في القرآن. أنت غافل عن كنز ثمين أيها الإنسان، هناك كنز هو القرآن، فيه الشفاء لك. لماذا تلهث وراء هذه الدنيا وتترك هذا الكتاب العظيم الذي فيه طمأنينة للقلب، فيه سعادة لك إذا طبقت تعاليمه، فيه راحة نفسية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقرؤون كل هذه الكتب وتخزنون في أدمغتكم كل هذه المعلومات، يعني اليوم وسائل التواصل تضخ كميات هائلة من المعلومات، معظمها تافه يتلقاها، وبخاصة الإنسان المسلم ويملأ دماغه بها، فلا يبقى مجال لحفظ القرآن. يقول لك حفظ القرآن صعب، لأنك شغلت دماغك بأمور تافهة، لم يعد هناك مساحة للتخزين، يعني جهاز الكمبيوتر لديك الذي هو الدماغ أنت ملأته بالألعاب والأغاني والموسيقى و مثلا مباريات كرة قدم، مسلسلات، برامج تافهة لا قيمة لها، ملأت كل ذاكرة الكمبيوتر، ثم أردت أن تنزل أو تحمل القرآن الكريم يقول لك الجهاز يرفض ذلك، فتقول صعب. هذا ليس عذرا أيها الأحبة، فرغوا عقولكم وقلوبكم من هذه الأمور التافهة التي لن تنتفع بها أمام الله، واشغل وقتك بالقرآن واستجب لنداء الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية في سورة النساء. الآية الثانية في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني الآية الأولى، دققوا معي أيها الأحبة، الآية الأولى في سورة النساء لفت الله عز وجل انتباهنا إلى أهمية هذا القرآن، وقال لك: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الآية الثانية قال لك: أم على قلوب أقفالها؟ يعني لهذه الدرجة قلبك مقفل؟ لذلك أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نتفكر ونتدبر ونتأمل في آيات هذا الكتاب العظيم، نتأمل عظمة القرآن، نتأمل تعاليم القرآن، نتدبر، نتتبع الشيء من تدبر، يعني أن تتتبع مثل الذي يتتبع آثار الجريمة، آثار المعلومة ليصل إليها. تتدبر هي مرحلة أعلى من الحفظ على فكرة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.